ما شاء الله باعنا عديد معناتها الخطوط وعملنا تيراج وصار بسيطه قانونيه عيطنا العبد المنفذ واخترنا وزاركم انتم واحنا راهو ديما نحبوكم معنا اتصالات تونس واحنا ديما معاكم معناتها راهو هذه حاجه بسيطه احنا ديما مستعدين حتى ناخذوكم بالحاله بالحاله اذا كان فما معناتها بعض العروض نشوفوها معاكم ولا نعملوا معاكم اتفاقيات ولا كذاك سواء بالنسبه للحريف العادي ولا الحريف الريزيدونسيال فهمتني دونك مرحبا بكم على عهدنا باش نعطيو الكادوات دونك على عهدنا معناتها كادو محترم وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله في مناسبات اخرى